الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير كانت طلبت مني ان انا اتكلم على الفراكشنال سي او 2. اول حاجة، الجهاز اللي قدامي ده اسمه فراكشنال سي او 2 بتاع شركة دكة، سمارت اكزايت تاتش. ده عبارة عن فراكشنال سي او 2 مع ار اف. هنعمل سويتش اون للجهاز. انا هبدأ اتكلم معاكم، يعني مش هنقعد نخش في الشغل النظري. اولا، فراكشنال سي او 2 بيعتمد على الكروموفور بتاعنا، هو الووتر. الكروموفور بتاعنا هو الووتر، بيعمله فابورايزيشن، يعني هو بيعمل بيبخر الووتر من المكان ذات نفسه. فبيعمل بعد كده بيبدأ بعد كده يعمل ريجنريشن بالنسبة للكولاجين، يبدأ يعمل ريموديلنج للكولاجين اللي موجود. هنبدأ نتعرف على الجهاز بسرعة كده. الجهاز بالنسبة لنا عندنا فيه حاجتين، الفري هاند او السيرجيكال هاند مود اللي هي موجودة عندنا هنا دي، تمام. حتى الجزء التب ده موجود هنا، ما كانش موجود قبل كده في النسخة القديمة من الجهاز. وفي عندنا طبعا الفراكشنال هاند عندنا بالسوتو هنا، ده جزء الفراكشنال، ده جزء الفري عندنا. لو كنا نبص في الجهاز ده، شغلي انا، تمام. يعني انا مثلا بشتغل سيرجيكال تريتمنت، ده اللي هو الفري هاند. مثلا هنا جزء النيفاس بشتغله بالفري هاند، البيرن عامل له بارامتر للكلويد، اللبس بالنسبه للاوجمنتيشن سواء كان الوايتنينج او الاوجمنتيشن بشتغل عليه. ازيك يا دكتور عمر، اخبارك؟ اني الناس بتسال على تفتيح الركب والاكواع، الاكن سكارز مثلا لو خشينا عليها، البارامترز بتاعتي. هو طبعا هنا بيقول ان انا لازم اغير التب، عشان ده انا شغال كده على الجزء الايه اللي هو السيرجيكال. طب مبدئيا كده، امتى اشتغل سيرجيكال وامتى اشتغل فراكشنال؟ ببساطه خالص كده، مع الابيديرمال ليجنز عموما كلها، الابيديرمال اي حاجه ابيديرمال، اي حاجه ابيديرمال كده وانت مطمن اشتغلها بالفري هاند، سواء كان بقى سيبريكريتوس، سواء كان وورد، سواء كان ملاسكم، سواء الحاجات دي كلها. من ضمن الحاجات اللي بشتغلها بالفري او سيرجيكال هاند هو برضو زي ما قلت قبل كده في جزء الميلانوستيك ليجنز. انا دلوقتي هنوريكم بس ان انا هفك التب ديت ونركب التب التاني عشان نشتغل على الفراكشنال هاند ونوريكم بنشتغل بيها ازاي. كده انا ركبت الجزء اللي هو الفراكشنال دلوقتي، خلاص نثبت نركب التبس بتاعت الجهاز عندنا. التبس بيبقى لها دايما دايركشنال، تمام. انا كده ركبت التبس بتاعتي، يعني دي التبس بتاعتي انا كده ركبتها. نخش هنا طبعا. طب انا هنبص بقى، هنبص عندنا الارقام اللي موجودة دي عشان الناس بتبدأ تسأل. اول حاجة عندي هنا الباور، الباور بتبدأ من الشيب من الناج دعوة بتاعنا. الباور هتبدأ من اول واحد لحد فوق خالص، ممكن توصل لحد 30 معانا. ده بالنسبة للباور. هنا وصلت لحد 60، ده بيعتمد انا اشتغل على سبيسنج قد ايه. ده هنا البلس ديوريشن او الدول تايم بتاعي، يعني اللي هي المدة اللي بيكون فيها البلس بتاعتي عاملة كونتاكت للسكن. السبيسنج ده هي المسافه بين الدوتس. طبعا كل ما اكبر السبيسنج يبقى المسافه بين الدوتس بتاعتي وسعت قوي، لكن في حاجه مهمه، كل ما اكبر المساحه الدوتس نفسها بتكبر، يعني سمكها بيزيد معايا، تمام. هنا الدينست بتاعتي الفلوينس كولكشن، في حاجه اسمها البلس انرجي، ده اللي انا هوصل له في الاخر، يعني الحاجه اللي انا هوصل لها في الاخر قد ايه. وهنا طبعا عندي الستوك بتاعي. طب ايه فايده الستوك واستفيد منه ازاي؟ في ناس بتبقى عندنا البشره بتاعتها بالنسبه للدارك سكين وعايز اشتغل مثلا على كيلويد، عايز اشتغل على اتروفيك سكار، عايز اشتغل على اكني سكار، وخايف ان انا اعلي البلس ديوريشن قوي عشان الكونتاكت السكين هيعمل بيرن بعد كده. انا ممكن اعلي الستوك بتاعي لحد 3 او 4، وده هيزود لي الدبس، يعني عايز اوصل للكولاجين اكتر هيزود لي الدبس بتاعي. في ناس تقول لي طب انا هرفع الباور بتاعي، طب ما المشكله كلها في الباور، انا زودت الحراره اللي واصله على السكين، ده ممكن يعمل لي برده هايبر بيجمنتيشن بعدها. انا هوريكم عمليه حسابيه قوي، حسابيه دلوقتي. بصوا هنا على الارقام دي، هي اللي بتفرق معايا، دينستي والفلوينس والبلس انرجي. انا دلوقتي قللت الباور لحد 10، لكن نبدا نحسبها من الاول. بص كده على الارقام دي، 7 3 1 62 21. بلس ديوريشن بتاعي كام؟ 700. هنا لما بقلل السبيسنج بتاعي ابص الاقي الارقام دي بدات ترفع معايا، تمام. طيب حاجه تانية، لما بزود البلس ديوريشن برضو الارقام دي بترفع معايا. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اوصل لدبس كويس وفي نفس الوقت ما اعملش بيرن او اعمل بيجمنتيشن بعد الشغل اللي انا هعمله. انا هقلل البلس ديوريشن بتاعي
اخليه مثلا لحد يعني ما قلش عن 500، لكن هزود الستوك كده عندي ستوك 2 بلس ديوريشن 500، السبيسنج بتاع 600، الباور بتاعي 10. يبقى الارقام عندي بصوا رفعت ازاي، رفعت جدا. طب انا عايز اعلق، ممكن بصوا رفعتها الستوك بتاعي بقى 3، هتبص تلاقي الارقام بتاعتي رفعت جدا فوق. انا يهمني البلس انرجي بقى كام، بقى 58، ما حاولش اعلق عن 65 68، يعني خليني لحد اقل من 70. تمام. الفلونس بتاعي على فكره البين هنا بيبقى سيفير. النت عندي بس بيقطع شويه يا جماعه. هنخش هنا مثلا هتلاقي الباور، انا لو قللت الباور مثلا كده هتبصوا تلاقوا برده البلس انرجي قلت بس مش كتير، لكن في نفس الوقت انا وصلت الدبس كويس ان انا اشتغل على الكولاجين بتاعه. انا بالنسبه لي انا في الحالات عندي لو التايب اوف سكين عندي عالي شويه، يعني انا مثلا وصلت تايب 2 او تايب 3، حتى انا ممكن اوصل بلس ديوريشن او دول تايم عندي لحد 700 او 600، اشتغل على السبيسنج 600، والباور بتاعي ممكن اخليه لحد 10، وفي نفس الوقت الاستوك عندي يبقى ستوك. اقصد انا لما قللت الاستوك البلس انرجي التوتال بتاعي قل معايا خالص لحد 42. لو رفعته تاني هتبص تلاقيه رفع لحد 64، وده كويس مفيش اي. معروف ان الداون تايم بتاع العين بالنسبه للفراكشنال سي او 2 ممكن يقعد لحد 15 يوم، من 10 ل 15 يوم، انا عايز اقلله. انا بعمل فراكشنال سي او 2 وبعديها خلصت الجلسه بخش بعد كده على الار اف بتاعي، هتبص تلاقي متسجل عندكم ارقام. انا بشتغل هنا ده الدول تايم بتاعي وده الباور بتاعتي بخليها 15، وهنا بشتغل اون، هنا ده الار اف. الار اف لازم عشان اشتغل بيه على السكين لازم يكون في ميديا عشان توصل الباور بتاعتي. طيب بدل ما احط سلاين واشتغل بيه، انا بقوم جاي مجهز بلازما بي ار بي قبلها، ومش لازم البلازما اللي هي التيوبس البراند، لا انا ممكن اشتغل بالتيوبس العاديه خالص الزرقاء اللي احنا بنشتغل بيها. بفرد البلازما من غير حقن، بفردها على السكن شويه مساج بسيط، وبعدين بمشي بالار اف عليها. كده انا اشتغلت فراكشنال سي او 2 ومعاه بلازما ومعاه كمان ار اف. لو رجعت تاني للدوت عندي، نيجي نشتغل مثلا على حاجه تانيه. انا عايز اشتغل ليب بيجمنتيشن، يعني عايز افتح السكن الليبس عندي بالفراكشنال سي او 2. انا بشتغل على بارامتر عندي، انا عندي هنا في حاجه مهمه جدا في جهاز دكه الجديد، في عندي ثلاث انواع من البلس. في عندي حاجه اسمها سمارت بلس ودي بتدي حراره اعلى، في عندي الاتش بلس ودي تقريبا لو خدت بالكم هنا سبيسنج مفيش دول تايم، مفيش هنا حراره على الاطلاق، ودي الدبس بتاعها عالي جدا بس البين بتاعها اعلى. وفي الوسط عندي التلت حراره والتلتين لا، الدكه بلس. الدكه بلس دي انا بشتغل بيها على طول. بالنسبه لللبس البيجمنتيشن في اللبس في الشفايف، بحط مخدر كريم املا او بريلا او بريدوكاين. الباور بتاعتي دايما هتبقى بشتغل على الباور 8. تمام. البلس ديوريشن هنا هيبقى 100، والسبيسنج بتاعي هتبقى 600. انا عايز بيجمنتيشن، انا مش عايز دبس، انا عايز حاجه بس من فوق. فهشتغل على البارامترز دي بالنسبه للشفايف، هتفتح معايا كويس جدا. باخدها من بره، يعني باخد طبقه من بره الاول، وباخد الانر سايد بتاعت اللبس من جوه، وبعد ما اخش من جوه اقوم جاي مزود الدول تايم بتاعي بس شويه اعليها. دي بتعمل لي اوجمنتيشن بعد كده، يعني بتحدد لي الشفايف وبتفتح وبتعمل لي اوجمنتيشن. انا بشتغلها كل اسبوع، يعني بالنسبه لللبس انا بشتغل الجلسه كل اسبوع. طب بالنسبه للني والالبوز، دي البارامترز عندي. مشكله الني والالبوز ان هي اماكن فريكشن، فانا بخاف منها. لو عليت الحراره بتاعتي او عليت او عليت او عليت، فممكن مع الفريكشنال هتقشر بس هتسيب بيجمنتيشن تاني. انا هنا بشتغل بالسمارت بلس، بشتغل اول حاجه بال 22 باور مش عاليه، لانه بصوا ببساطه عندي الفلونس هنا والبلس انرج تقريبا مش موجود. هعلى بس ساعه ما عليت بالبلس دوريشن لحد 200 بدات الفلونس عندي يعلى والبلس انرج، انا مش عايز اكتر من كده. ممكن اخلي السبيسنج هنا من 500 ل 600 بس كده. اولا الباور بتاعتي لطيفه جدا على السكن، العيان مش هيحس ببين، يعني مش هيبقى فيه بين مع المريض. وهتدي يعني بصوا هتلاقي العيان بتبدا تقشر من غير ما يعمل له مشكله، بس اهم حاجه طبعا بعدها بيحافظ على الترطيب بتاعه كويس جدا. الفكره كلها انا عندي الفراكشنال سي او 2 انا بلعب فيه براحتي، يعني انا عندي فيه ارقام هنا، عندي سبيسنج، انا ما عاوز اوصل كل ما اعلي السبيسنج انا وسعت المسافات وبعمل، يعني انا ممكن في عندي مود بعمل بيرجوفينيشن للفيس، بشتغل على الدكه بلس
بعلي الدول تايم ل1000 والسبيسنج بتاعي يعني والاتنين 900 900 900 مع باور حوالي بس 10 او 12. دي بتعمل لي على فكرة ريجوفينيشن كويس جدا جدا جدا، والألم بتاعها يعني يكاد يكون لا يذكر، حاجة بسيطة قوي. ده ريجوفينيشن. طيب أنا عندي مثلا أتروفيك سكار، أتروفيك سكار هشتغل السبيسنج بتاعي من 500 ل 600 تقريبا، الدول بتاعي بتاعي برضو من 500 ل 600 ما يقلش عن كده، بس بلعب هنا اللي يفيد معايا هو الستوك بتاعي. لو أنا شايف ان انا عايز اوصل لدبس كويس هعلي الاستوك بتاعي وما عليش الارقام دي، يعني ما عليش لا الدول تايم ولا علي الباور، العب في المكان ده انا هوصل لدبس كويس، اشتغلت على الكولاجين وفي نفس الوقت مش خايف على العيان بعد كده من البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن او ان هو يسيب بعد كده بيجمنتيشن تبقى مش كويسه. وعلى فكره انا اشتغلت في تايب 5 يعني مش تايب 3، حتى من تايب 4 لتايب 5 دارك سكين اشتغلت بيهم بالستوك بتاعي 4، واشتغلت كمان حتى كان البلس ديوريشن بتاعه 700 والسبيسنج بتاعي كان 600 كانت اكني سكارز. وهبقى انزل لكم صور برضو على الجروب ان شاء الله كده قبل وبعد الجلسات بتاعته. يعني دي كانت نبذه سريعه كده بس كانت في بالنسبه يعني قبل ما اخلص بالنسبه مثلا سيرجيكال تريتمنت، يعني انا كنت مثلا بشتغل دي الارقام بتاعتي. انا عندي هنا الاتش بالس دي يعني جميله قوي، لو عندي بلانتر وورت وكبير والدبس بتاعه عالي، لو اشتغلت بالسي دبليو اللي هو الالكترو زي الالكتروكوتر بالظبط اللي انا هحرق بيه هيتعبني، هتلاقي في عندك دخان طالع كتير وما انتش عارف تشتغل. الاتش بالس دي بالظبط زي السكينه زي المشرط، اولا هتقطع كل اللايرز بتاعتي، يعني هتعمل لي كاتنج ليها، حتى هما بيسموها في شركه ديكا بيسموها كولد نايف. هشتغل بالاول بالاتش بالس دي اشيل كل اللايرز اللي موجوده، وبعد ما اوصل لخلاص لان قربت اوصل للروت بتاعي زي ما بيقولوا هبدا اخش على السي دبليو. طب لو انا عايز حاجه ميكس، يعني عايز معايا مثلا باور مع اليو بي ماشي، الالترا بالس دي هنا الالترا بالس فيها ثيرمال افكت مع كاتنج افكت الاثنين مع بعض. طبعا هنا في السمارت بالس دي بتبقى ضعيفه شويه، يعني انا مثلا برضو مشغل عندي النيفاس هنا، النيفاس هنا انا بشتغلها بالاتش بالس اللي هي الانتراديرمال او كومباوند ميلانستيك نيفاس، بشتغل بالاتش بالس اديني اشيل لاير 1 2 3 لحد ما اوصل اللي هو الفاصل بين البابيلا والريتيكولار ديرمس، بحس في حاجه اسمها جريتي سنسيشن، يعني في طبقه بيضة خفيفه كده موجوده ببدا اشيلها، تبص لها في بي بوينت بليننج بدا يظهر عندك، باجي بس باور قليله قوي مع السي دبليو اقوم جاي قافلها كومبريشن وبلاستر وخلاص بس على كده. ده بالنسبه مثلا للايه الميلانوستيك نيفاي. لو مثلا مع الورد، الورد زي ما قلت لكم لو بلانتر وكبيره وديب هشتغل بالاتش بالس الاول وبعد كده هشتغل بالسي دبليو. البورت العاديه خالص السي دبليو هتبقى كويسه جدا بالنسبه لنا، والباور بتاعتي لو هي سمول هبدا بنص او 6 من 10 لحد، يعني مش هزيد عن 1 عشان ما اسيبش طبعا الناس تقعد تقول الالكتروكوتري عموما بيسيب سكار. الالكتروكوتري عمره ما يسيب سكار في الورد طالما انت عملته صح. الورد از ان ابيديرمال ليجن، ابيديرمال ليجن عمره ما يسيب سكار. الفرق بين الابريجن والالسر انه المفروض الناس تكون عارفاها، ابريجن انا شلت جزء من الابيديرمس بس، لايرز من الابيديرمس مش الديرمس كله، لو شلت الابيديرمس كله جزء من الديرمس كده انا دخلت في السر. طالما انا فوق لحد البابيلر ديرمس انا مش هسيب سكار، يعني لو شلت البابيلر ديرمس مع الابيديرمس انا مش هسيب سكار. اول ما ادخل على الريتيكولار ديرمس اعرف ان انت ممكن تسيب بيجمنتيشن او سكار، يعني دي معلومه مهمه. فالناس اللي بتشتغل بكوتري او بتشتغل مثلا بالفري هاند بتاع السيرجيكال فراكشن سي او 2 لو سابت سكار اعرف ان انت اشتغلت غلط، يعني انت دخلت في دبس بعيد جدا عن اللي المفروض انت تخش فيه. يعني لو اشتغلت وسبت سكار بعد وورت او بعد اي حاجه اعرف ان انت دخلت في ريتيكولار ديرمس وده انت كده بعيد جدا عنه. طيب في حاجه مهمه تانية برضو، انا كان عندي امبارح حاله سيبوريكيلاتوزس ومش عايز اشيلها بالسيرجيكال هاند، فاشتغلت عندي بالابليتيف مود هنا، يعني انا لغيت السبيسنج خالص خليته بس على 50 تمام، قلت الدول تايم بتاعي والباور وخدت الشيب بتاعي المناسب سواء كان راوند او لان هي كانت عباره عن جاست الفيشن اباف ذا سكين فيو مايكروميترز بس، ابليشن 1 2 3 بالسز بس، وبعد كده بالشاشه بعمل لها كروتاج بسيط بدات تروح معايا خالص. خلي دايما معاك تشتغل وورد، خلي معاك شاشه في ايدك، اضرب يعني اعمل
واحد اتنين تلاتة بلس، وامسح اللاير بالايه بالشاشة بتاعتك. هتبص تلاقي الورد طلع في ايدك من غير ما تعمل اي مشكلة خالص ولا تسيب اي سكار. ده كانت لمحة بسيطة كده وسريعة عن الفراكشنال سي او 2 وبعض الحاجات الشهيرة اللي بنشتغلها. يعني انا عندي هنا مسجل الكلويد مثلا، هتبصوا تلاقوا فيه كنت بشتغل بيه على الاتش بلس. على فكرة مثلا في عندكم هتلاقوا هنا البيرن، البيرن كنت شغال بيه برضو، بس ده هنا ارقام انا بغيرها، يعني انا بشتغل وبغير الاكن سكارز. بصوا الارقام بتاعتي دي الارقام اللي انا بشتغل بيها، باور 10، سبيسنج 600، الدول تايم او البلس دوريشن 700، الستوك 2. انا بلعب في الستوك هنا وبلعب في البلس دوريشن الارقام دي. المهم يكون عندي البلس انرجي بتاعي يعني ما قلش عن 40 او 42 وما زودش عن 70. في الحالة دي انا هستفاد جدا بالموضوع ده وهتلاقي في نتائج كويسة جدا معاكم باذن الله. عايز تعمل بلازما بعد فراكشن سي او 2، مش لازم تعمل التيوبس اللي هي الغالية، اعمل التيوبس العادية الزرقاء خالص. افرد البلازما بعد الفراكشنال وخد وان كوت ار اف بسيط كده على الاماكن اللي فيها السكارز بس، هتلاقي الدنيا ظريفة معاك خالص ان شاء الله. وقريب كده نبقى نحاول نعمل لكم لايف على اي جهاز تاني من اجهزة الليزر باذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.